إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن كيفية معرفة أن هناك زلال بالبول. كيف نتبين أن هناك زلال بالبول؟ من الممكن الكشف السريع عن الزلال بواسطة فحص البول بشرائط خاصة، وللتأكد من كمية الزلال بالضبط ممكن إجراء تحليل كيميائي على عينة فورية للبول والتي ازداد الطلب عليها مؤخرا، أكثر من تجميع بول لمدة 24 ساعة، والشرائط حساسة جدا للكشف عن وجود الزلال. طبعا هذه الشرائط يتغير لونها إلى اللون الأخضر إذا كان موجود الزلال في البول. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس، ومن الضروري الكشف المبكر عن الزلال لكي نقي نفسنا من الأمراض الكلوية الموجودة في الجسم. معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.